الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. تعالوا النهارده نشوف مع بعض حته القمر التحفه دي. بصوا يا جماعه، تصميمي وتنفيذي وكل حاجه، يعني معموله كلها هاند ميد في البيت. وكمان ايه، حتى الصوره، يعني حتى الديزاين كمان بتاعي كده. فتعالوا نشوف احنا الفكره بتاعتها ايه. بصوا انا عملت هنا اول حته حكمه او كلمه، ممكن نكتب بقى اللي احنا عايزينه هنا كلام، ماشي؟ هو ده هنا عاملاه بالانجلش، بس ممكن اي كلام، ممكن مثلا يدي حاجه بوزيتيف انرجي وحاجات كده حلوه، يعني تديكي امل شويه. قال عايز اكتب اي حاجه بقى دينيه، ده براحتكم. وفي النص الصوره، نشوف مع بعض عملناها ازاي، وهوريكم دلوقتي الفوتوشوب كمان. تمام، دي الصوره طبعا بعد ما اتطبعت. تمام، دي طباعة ستيكر، يعني بتلزق من ورا ستيكر. تمام، بس هو ده شكلها. انا عايزه بقى اقص بس الحظ الابيض ده، مش عايزه يظهر. بسم الله كده، يلا. مش عارفه ايدي بترتعش، فانا خايفه اتعور. الكتر ده لسه جديد، ف ده كتر يا جماعه عادي جدا، بس نوع مختلف شويه بتاع نحت. كنت جايبه لحاجات معينه كده، بس الكتر بتاعي اختفى فجاه. اضطريت اطلع ده. اهو هيبقى حلو قوي في قص الصور اللي احنا بنستخدمها، صح؟ لا، حلو حلو جدا بصراحه الكتر. الغالي منه فيه زي ما بيقولوا. الحوادث دي اللي في البتاع اللي انا بقطع عليها ده، فرخ النصبيان. تمام، نصبيان كرتون مضغوط، بيبقى متر في 70 و50 في 70. ده حته متبقيه معايا، تقريبا المتر في 70 بكام يا مي؟ بكام افتكري؟ ب 15 جنيه. في منه مستورد وفي منه مش مستورد وهكذا. تمام، بس انا عايزه اعلم. تمام، اصلا ممكن احط المسطره واقص عادي جدا، صح؟ ممكن اعمل كده فعلا. طيب بسم الله. اهو ظبط، بس هي الفكره كلها عشان هو جامد، فعايز بس ايد جامده. يعني خلي بالكوا عشان بس ايه ما يتعوروش، عايز بس كل الفكره قطر يكون شديد شويه، حامي جدا، ولسه مغيرين السلاح مثلا. وفي نفس الوقت انتوا بتعملوا على حاجه ما فيهاش التكسيرات دي، لانها دي بتودي في داهيه، ممكن تعوج البتاع سنه تبوظ الدنيا. في بقى حاجه اسهل بكتير من ده كله، ليزر يا جماعه. ليزر والله اخترعوه بالذات عشان الحاجات الصعبه دي. فرخ النصبيان كامل، خد يا معلم الراجل اللي بيقص ليزر، قصها لنا مقاس كذا في كذا. تقول طبعا مقاس الايه، الورقه دي بتقصها بالمسطره ومقاسها كذا في كذا. تمام، فاسهل بكتير. اوكي كده، احنا لو لزقناهم هيبقى تمام. نلزق وبعدين نقص ولا نقص الاول؟ انا بقول نلزق وبعدين نقص. تمام، عشان تلزقوا اي حاجه فيها ستيكر، صح؟ تعالوا اقول لكم نعملها ازاي. اول حاجه لازم نثبت ونشيل حته صغيره منها، يعني مثلا ايه اهو، انا كل اللي بعمله ايه، اشيل حته
بصوا حتة بس صغيرة، الحتة دي اللي هثبت بيها الورقة، وبعدين اسحب من الناحية التانية. بصوا انا عملت حتة صغيرة ازاي، عملتها معاكم في حاجة قبل كده، حاسة مش فاكرة بصراحة، ما اكتر كان على الكون بينسى. تمام، احنا بس هنثبت من تحت وكده خلاص ثابته، نقوم نلزق. اضمنوا ان هي تكون مظبوطه يا جماعه، اوكي، عشان بس لزقتها ما ظبطتش خلاص انت اتلزقتها اوريدي، اوكي. بس اول ما تلاقيني خلاص بتقنع انا لزقتها، بسحب حته حته، اسحب حته مثلا واقوم افرد. تمام، اسحب حته وافرد. دي بقى معاكوا في اي حاجه بتلزقوها ستيكر. بصوا 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 بس. بعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا نقص دي، انا هقص العلامه دي والعلامه دي. تمام، بصوا احنا كده قسمناهم دلوقتي 3 قطع. تمام، طبعا البلوك بتاع النتيجة هيتحط هنا. بصوا بقى احنا عايزين نخرم خرم هنا وهنا 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 عشان الايد. احنا ممكن نعمل هنا حاجة مثلثة كده ومثلثة كده، ايه رأيكم؟ اعتقد هيبقى شكلها لطيف جدا. تمام، فتعالوا نقصها ونشوف كده، هنحاول نخرم دي بقى. انا مش عارفة ازاي الخرومة بتاعت الورق دي هتقدر تخرم النصبيين، بس هنحاول. عشان نقص الناحية التانية زي دي، فأنا خدت الحتة اللي احنا قطعناها كده هحطها الناحية دي عشان أقص قدها بالظبط، لأن أنا مقستش، أنا عملتها عشوائي عشان تدي نفس المقاس بالظبط. بصوا شكلها تحفة بأمانة بأمانة، يعني بصراحة يعني اعتقد شكلها حتى لو هي كده لوحدها من غير حاجة، ممكن كمان من غير ما تقصوها انتوا، ممكن كده خلاص شكلها بقى حلو. ممكن تشيلوا منها بس الجنبين ده وخلاص بقت شكلها حلو. ف اللي بقى مش قادر يعمل الخطوة اللي جاية دي ممكن ما يعملهاش، انا هغامر وهحاول اخرم النصبين. معرفتش بقى هيساعدني القطر، بس هنحاول. انا عايزة يبقى شكلها حلو بصراحة، نفسي ادخل فيها ستان او حلقات. هشوف بصوا مظبطتش قوي وهبوظ البتاع. فدي بقى ميزه الليزر، الليزر هيحدد لك مكان دي وهو هيقصها لك في ثانيه. تمام، هنحاول بقى نقص ده بالقطر للاسف. بصوا مع الوقت والممارسة تلاقي نفسك انت بدأت تتحكمي فيها براحتك وظبطت هي، بس عشان اول واحدة عملتها ايدي اتحركت فما ظبطتش قوي. بس تمام، ممكن تجربوا في حتة الاول احسن ما تبوظوا الدنيا زي ما انا عملت. نكمل بقى دول.
عايزه اقول لكم الموضوع مرهق جدا جدا جدا. يعني شفتوا دي اخر مره اتعملت معايا تمام، انا قعدت وقت طويل قوي اعملها لحد ما نفسي حاسه انها تعبت، لا مش عايز يعمل. فممكن تلغوا الفكره دي خالص، انتم ممكن اصلا مش لازم تخرموها عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليكم، تعملوا كده وتحطوا ستان من ورا. هقول لكم زي دلوقتي، بس اكيد في حل، اكيد في حل غير لما اما بقى الليزر زي ما انا قلت لكم. بس هي شكلها هيبقى حلو قوي لو عارفين يا جماعه، لو في حلقات حلقات حديده او اي حاجه اللي هي مثلا بتاعه الميداليات والحاجات دي هتبقى حلوه قوي، بس هي مش عندي دلوقتي. بصوا ممكن نجرب الساتان ده، ساتان عادي رفيع بدل الحلقه تمام، وهندخله من هنا كده هيبقى حلو قوي برضو. انا كنت بفكر الاول ان انا اعمل دي، بما ان انا كنت عايزه حلقه ان انا هعمل كده واقفلها بس، طب بعدين رجعت فكرت ليه، طب ما انا ممكن اعمل كده واطلع دي كمان الناحيه التانية وتبقى ايه، عارفين انتوا كله يمسك في بعضه، وبعدين برضو كده نعمل بقى في الكل كده يعني اهو كده، وندخل بقى طب الاول بقى لازم نشد شويه من هنا يبقوا بالظبط قد بعض. ماشي يعني نحاول حتى لو بعنينا، يعني مش لازم مسطرة او حاجة، بس اهو بنحاول تمام. لازم نحاول برضو يبقى نفس المقاس، هو مش بالظبط على فكرة. بصوا بقى شكلها، انا عايزة بجد تقولولي رأيكم ايه في الكومنتات، يعني حد يعمل نتيجة كده لنفسه ويحطها في البيت، يحط بقى صورة ابنه ويعمل الصورة اللي هي اللي هو عاوزها. وكمان بقول لكم ممكن بقى بدل هنا تحطوا حلقة، عارفين الحلقة في حلقات كده اللي هي بتاعت فاضل طبعا اخر حاجة اللي هو البلوك، لا مش البلوك القناة، لا بلوك كده يعني اللي هو بقى بيتحط معانا بقى من الاسم اللي عليه او اي حاجة، بس اهو هيقضي الغلط، ولذيذ ولطيف وخفيف. واشكرك على اشكركم على حسن استماعكم، بس حقيقي هي تجربة تستحق التجربة، عارفين انتوا تجربة تستحق التجربة دي. بس